خدامي جنب بعض من شوية. امشي بقى. مخدمين البهايم يا فندم. البهايم دي لايقة عليك انت قوي. بس هو مفيش شقي غيري هنا ولا ايه؟ ارجع لايام الشقاوة. الو؟ ايه مفيش شبكة؟ طب استنى كده اشوف في شبكة هناك. استنى هنا برضه مفيش شبكة، هنا في شبكة؟ دي شبكة قشطة قوي. لا أنا شبكتي حلاوة. يا رب تفهم البهيمة دي. لا طب اقفل بقى عشان هنلزق في بعض كده. سلام سلام. أستاذ حلاوة بعد إذنك. نسى قشطة؟ ثانية واحدة؟ اتفضلي. ممكن بس أطلب من حضرتك طلب صغير؟ نتقابل هنا ولا نتقابل برا ولا إيه؟ نمسك إيدي على طول ولا إيه؟ لا مش كده خالص، بس بعد إذنك لما تيجي تتكلم في التليفون بعد كده تبقى توطي صوتك، يعني مش لازم الكافيه كله بقى يسمع جو قشطة وحلاوة وجو البقالة واللطافة ده. لا أنت مش فاهمة أنا حلاوة الفيسبوك. أنت بتعاكس تاني؟ مش بعاكس، أنت مش فاهمة يا قشطة. احترم نفسك يا عم الأمور. لا أمور هتشتمي هشتم. انت عارفه ان انا مش امور، غلط في اللسان مفيش اسهل منه. طب انا بقى هوريك قله الادب يا حبيبي. وريني. يا شيرين يا شيرين. في ايه يا حبيبتي؟ البقف ده بيعاكسني. انت بتعاكس خطيبتي اهو. دوبلاج ده صح؟ دوبلاج اللي هو صوت يركب على جسم غريب. دوبلاج؟ لا صوت بجد والله. طب حضرتك عايز مني ايه؟ انت بتعاكس خطيبتي؟ لا والله انا ما عاكستش خطيبتك، انا عاكست الانسه اللي قاعده هناك دي بس. ما هي دي خطيبتي. في ايه يا استاذ؟ لا بص بقى، انت شكل الجسم غرك. لو انت بتروح الجيم وبتضرب باودر، انا بروح الجيم وبضرب بيكنج باودر. طب يلا كيكه. كيكه اجيب لك حته من الحرف الناشف. امشي اقعد. انت قاعد من هنا. شوف شوف ليه يا ربي هرجع للشقاوة. ما ضربتش حد من زمان ليه يا ربي؟ مش عايز افتري. انت اللي جبته لنفسك. انت كنت ولا في؟ انا بشمر الكم ليه كده؟ في امشي اقعد. انت قاعد هنا. انت واخدها بالصوت. بص بقى لو بالصوت انا ممكن ازعق ولا اسكت خالص. ما تجننيش معاه. ايه ده؟ انت صوتك بيخوفني يا ضل. ايه ده انت خفت من الصوت ده؟ انا بعد كده اروح العب بنج وحنجره بقى. اقعد يا هنا. هنا؟ ما لو تاخد بالك انا حاطط البدله كده كده كنت هقعد هنا. اقعد يا ماشي يا عم. انا بفكر اقعد هنا اصلا. اسكت خالص. يا عم انا سكت اهو. انت هتقعد بقى تاخدني عشان سكت لك بالصوت؟ لا لا. ايه ده؟ تصدق عمري ما فكرت اقعد هنا؟ بس والله الصوره من هنا احلى. والله بص الناس كلها هبني لكم مستشفى وجامع. اطلع بينا على السيدة نوزع بطاطين على الغلابة. اطلع اطلع. الانتخابات دي ليه؟ اسمع مني. ولا ايه؟ انا ممكن ارميه. يا سلام. ما انا ممكن اقع. بطل لبادة. عايز ايه؟ انا ممكن اقتلك. وانا هسكت لك. امال هتعمل ايه؟ هموت. ولا ايه ده؟ يا بطل يا في ايه؟ ايه يا عم الراحة؟ في ايه؟ فندم ماشي بس. فندم ما يصحش كده يا فندم. يا نهار اسود. سيبه يا فندم. سيبه. مش هسيبه غير في الاسم. كسر لي الفانوس. فانوس ايه؟ التريلات تمشي قبل الساعة 2 بالليل. يا فندم ما يصحش كده. ده كفايه محترم. انت مين يا عم؟ انا صاحب. ايه ده؟ انا صاحب الكافيه. انت المسؤول هنا؟ انا المسؤول يا فندم. انا المسؤول هنا يا فندم. ايه ده؟ حضرتك المسؤول؟ ايوه انا المسؤول. اصل انا من الصبح بطلب المسؤول. كان نفسي اقابل حضرتك. ممكن ناخد صورة سيلفي مع بعض؟ ولا ايه؟ تعال. انا بس هاخد صوره بس مع حضرتك. يلا تعال خلص. اتفضل. بقول لك ايه يا عم؟ اطلع بره بقى. بس ما تشتموش. ده هلف. هلف ناخدها هلفي. تعال. مش عايز اضربه تاني. ولا مش عايز. الا فند ده بيعاكس خطيبتي. ايه ده؟ عاكس خطيبتك في المكان هنا؟ عاكسها قدام عيني. انت عاكست خطيبته هنا؟ والله العظيم كذاب. بيقول عاكستها قدام عيني. انا عاكستها واقف بره. يعني عاكستها. يا باشا اتفضل. اضربك تاني. ايه ده؟ انا هحل هحل كل المشاكل. تضرب ايه؟ اضربه والله. لسه ضربه من شويه. ايوه خدت بالي انا. شفته؟ ايوه شفته. ضربته على ده. انا اقسم بالله ما شفتك انت. انت مش فاهم. انا ضربته في سري. والله في سري. مسكته اديته على. دول سري حجز ما بيننا. كنت نفخته. يلا سيبه سيبه يمشي. بقول لك اسكت يا ده. انت اسكت خالص. ماشي هسكت يا عم. مش خوف ده احترام بس لبنجاتك. يا فندم انا عايزك تهدى شويه. ايه ده؟
مش عارف. لا استنى كده. إجابة ثلاثة. أنا جاوبت بسرعة أول ما زمر، أنا اللي أكسب والله. ده حاجة غريبة جدا. بس يا تعالى نلعب. تعالى نهزر معاه شوية. أيوة كده فرسون. إيجي عمرو حاح. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الراجل المجسم ده؟ يا فندم أيوة كده روق واضحك وهزر وارقص وفرفش يا الدنيا. حد واخد منها حاجة يا فندم؟ مش عارف. اشرب بص أجيب لك مشروب تشربه هيخليك زي الفل إن شاء الله. ماشي؟ إيه ده لو سمحت. نعم. ممكن أنا كمان أشرب مشروب يعني؟ هات أجيب لك يا فندم درينك. يا ريت يكون درينك أديداس اللي هو لحد هنا. يا ريت والنبي درينك أربع قطع اللي هو عارفه أبو قفاز ده والنبي. البولو ده؟ أيوة. أيوة بتاع القطعتين المقط والشورت. أيوة. هاتهولي ده بتاع أبوك ده هناك. يقعد بيه فايد ده. يا فندم ما يصحش كده، ده مكان محترم. ما انا محترم اكتر من مكان يا بيه. يلا روح شوف بس هتعمل ايه. روح يلا. يا فندم اهدى. يا سموره العصير يا سموره. العصير اهو يا فندم. احلى كوبايتين عصير. ايه ده؟ طب انت هتشرب منين؟ انا اسف بس واحد، انا من شويه سمعت دي جي عمرو حاحا. هو ده الميكسر؟ بس ما تطلعش في السماعات. يا ما انت هتمشي من هنا. انت بتضربني عشان ربنا مديك حاجات مش عندي؟ طب انا هجيب لك اللي يجيب لك حق. يا فطوطه يا فطوطه. ايه يا سموره؟ الواد ده اداني كف والمصحف لوح لي بقي. ده انا عامل تركيبه تاخد منها شفطه يشوفك فان دام. بجد اديني. طيب والله اشفط. خش عليه خش. انت متخلف يالا في مخك ولا مش فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ يالا اوعى سند هيكسر ام المكان علينا. هدوه هدوه. ما بقتش فندام. ضحكت عليك. عموما يا فندم احنا اسفين. انت جسمك مش متناسق خالص. عموما احنا اسفين. خد يا فندم اشرب دي شوف هتحطها منين مش عارف. واما بقى الكوبايه الثانيه. أيوة. دي بقى فعليا النعمه ما هتشمها. انت بالذات مش هتشمها. اخد بس خدامين الجزم يا فندم. شوف سمير. ايوه. انا نفسي اعرف الزمبلك بتاعك منين. مش انت كان في منك زمان اللي هو بيمشي يعمل كده ده؟ يمشي يعمل كده. وكان في اللي هو بتاع الدرام ديجي 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 ده. لا التاني كان قرد. انا اسف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. العصير بتاعنا المميز جدا يا فندم. كاظم مالك فيه ايه؟ مش عارف. اكيد طبعا متضايق عشان البقف ده كان بيعاكسني. لا خالص. امال كنت حاسس ان انت كنت المفروض تضربه؟ لا اطلاقا. اوعى تكون كنت عايز تقتله. لا خالص اوعى انت بس كده. يا ابني ايه ده؟ بقول لك ايه؟ انت غاوي تتضرب. اسمع مني انت حبيت الضرب والله. يا عم انا جاي اقول لك انا اسف. ايه ده؟ ليه كده؟ والله العظيم انا اسف على دماغك. يا بص يا عم. ايه ده طيب قوي طلع. يا عم اي خير. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تسلم. ده انت كريم قوي والله. يا عم حاسس ان انا لازم ابقى كريم مع كل الناس. انت مجنون ايه اللي انت بتعمله ده؟ والله لازم ابقى كريم. يا عم كفايه بابتسامه الحلوه. الله يخليك. هي الساعه دي ذهب. يا عم ذهب خد ايه؟ بجد والله ده انت زبون عبيط. مش عايز اسنقك في فلوس اكيد معاك على قد يعني. معايا يا عم. امسك. إيه امسك ده انت اخويا الصغير. ده انت كريم. ممكن بس ابوس خطيبتك دي؟ خدها يا عم خدها. ايه ده؟ حبها اتجوزها. اعمل اللي انا ما قدرتش اعمله. ايه ده؟ هو انت بفل اللي صورتك بره على الكافيه؟ اخد خطيبتك كده عادي؟ يا عم انا كريم قوي. الله انا انت مش اكرم مني يا كاظم تمام؟ يعني ايه؟ يعني اتفضل. ايه ده؟ لا معكيش خلخال. مش عايز. لا ماشي. اتفضل الهديه اللي كنت جايبها لخطيبي اهي. بتدي له هديه الفالنتاين يا ولية؟ بقول لك ايه؟ امسك خطيبي اهو. ده هديه بسيطه مني ليك عشان انا كنت السبب في كل اللي حصل. طب وده اعمل بيه ايه ده يعني؟ ايه بواب بقى سباك يعني اعمل بيه اللي انت عايزه. بس انا عرفت. انا هستخدم بنج وده خد هديه. انام عليه. الله انا حبيتك قوي. انت هتروح معايا. يا عم امشي يا عم. انا اللي عزمت بخطيبتي الاول. طب اقول لكم استهدوا انتوا بس وانا اجيب شنطه كبيره اخدكم انتوا الاثنين. اجيب. ماشي ماشي. في ايه يا قاتل؟ انت دايما كده عايز تبقى احسن مني في كل حاجه. مفيش حاجه بقى. انت هتخلص خالص. انا ماشيه.
يا فندم لو سمحت عايز الحساب بعد اذنك. ثواني اجيب لحضرتك الشيك. ايه ده؟ ايه ده ثواني؟ هو انا اللي بيشرب حاجه بتدوا له شيك وهو ماشي؟ ايوه يا فندم. لا انا اديني كاش، مش عايز شيكات. يعني يا ريت اشرب وقبضوني. كاش يا فندم ونيلة ايه؟ ثواني يا فندم مش هتاخر يا فندم لو مستعجله. من غير الزفت. عايز حاسبي وانا موجود. يا عم اتنايل استنى. قول لي الحساب كام بعد اذنك؟ الحساب 40 جنيه بس يا فندم. اتفضل. يا فندم ثواني اجيب لحضرتك الباقي ال 200 جنيه لا ميرسي مش عايزه باقي. سلام عليكم. نعم انت ده كام؟ خده مش عايز. لا مش عايزه ارميهم في الزباله. اديتني 200 جنيه هرميهم في الزباله. حاضر. خد يا اضرب 100 جنيه اهم مني ليه؟ بجد يا فندم؟ يلا صدقت انا عايزكم تتبسطوا. انت متشكر قوي يا فندم. والله ما عملت حاجه، انا واقف بتفرج بقالي ساعه. يا روما. كوبايتين عصير ب 600 جنيه دي باينها عباش مش قوي. الوصفه التوته ده ايه؟ ده عالمي، ده احسن من العبقريه 600 مره. اخش اخليه يعبي الدنيا كلها في جراكن. املى براميل يلا هيصوا 600 جنيه في كوبايتين عصير. لو سمحت كوبايتين ب 600 جنيه؟ ايوه الحمد لله ما شربتش حاجه الحمد لله. ايه؟ لا مفيش مفيش. وانت مفكرها هنا تكية؟ مفيش حضرتك. تقعد هنا تشرب. والله العظيم امي مدياني جنيه اروح بيه بس والنبي. هنا القعاد بمشاريب، تقعد هنا تشرب حاجه تدفع فلوس. ماشي بس هتقعد تشرب. حاضر حاضر. هتشرب. هشرب هشرب والله. هات لي اي مشروب. اجيب لك مشروب تشربه. ماشي ماشي حضرتك. هتجيب لي ايه بقى؟ اجيب لك عصير جميل جدا هتشربه. لا اقول لك هات لي كافاتشينو. نعم يا حبيبي. كافاتشينو. ايه كافيه؟ مفيش حاجه اسمها كافيتشينو. ما عندناش هنا في الكافيه كافيتشينو. لا ما عندناش. ومفيش في الدنيا كلها مفيش كافيتشينو ده يا حبيبي. خلاص هات لي اللي هتجيبه اي حاجه. اي اجيب لك الدرينك بتاعنا الويلكم درينك بتاعنا هيخليك 100 100. اغلى مشروب عندك هتهولي. اغلى مشروب يا فندم ده على حسابنا. اه ده لو جيت لقيتني هنا. ايوه يلا. لا مفيش حاجه انا داخل حمام. اتفضل استريح يا فندم. اتفضل. بعد اذنك يا فندم. ايه ده؟ كيف المجانين ده؟ انا مش فاهم. اول واد ها ها مشيت. مشيت انت سايبني الناس هنا نفختني ضرب. راحت فين البت؟ راحت فين البت يا عم؟ ما طلعتش هي وجابت خطيبها ضربني. ايه ده والله؟ والله امال مين صاحبه الاكونت ده اللي اسمه قشطه؟ ما قالت لي هي جايه هنا قشطه بعسل ومهلبيه. ولا حد جه ولا عمالين نتنفخ هنا. ده بقى كافي بافالو. سمعت الصوت ده؟ ايوه. عارف الصوت ده مين؟ ده صوت مراتي. يا لهوي ده هتنفخنا احنا الاثنين. وانا مال انا هتقتلنا. انا تقتلني ليه؟ هتفتكرني بخونك بخونها معاك وهتقتلنا. والمصحف انا عارفها. طب دي ما بتمشيش غير بمسدس معاها. ما توتر. والله العظيم بص بقول لك إيه؟ ايه انا في الحمام. اه الحياه صعبه جوه. انا هعيش جوه في الحمام. روح انت جاي. سلام. قاعد في الحمام. مساء الخير. على اساس ان انا ناموسه واقفه هنا. طب بطل زن واقعد مكانك. حاضر. ايه ده انا خفت منها ليه دي؟ ماشي حاضر حضرتك. ايه ده؟ يا رب استر يا رب واليوم ده يعدي على خير يا رب يا رب. انت اتفضل اشرب دي. ايوه يا ريت عشان المناديل دي ان شاء خلص. الله دي فيها منوم عشان تنام وما تقرفناش. وخدامين الجزم يا فندم. ربنا يخليك. استاذنك بس تشوف الاستاذه اللي هناك دي مخوفاني. طبعا طبعا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. حضرتك تشربي ايه؟ هات لي كيوب السلحليه. ايه؟ العب باليه. تلعبي باليه؟ اه. عموما السلحليه مش موجود دلوقتي يا فندم. طب عندك ايه عصاير فريش؟ عندنا بقى حاجات مميزه جدا. اندهلك بقى خبير العصاير الفريش. ماشي. يا فطوطه تعالى يا حبيبي. احنا خدامين البقر يا فندم. وانا كله هيضيفني في الكافيه ده. اعرفك. لا ما